مثل ما تابعنا سلمى أعمال درامية كثيرة بال 2021 كانت ترند هي السنة بشهر رمضان المبارك للحصة السورية، الدراما السورية كان الحصة الأكبر. لنحكي عن هي الأعمال الدرامية قديش فعلا قدرت تتناول الواقع، قديش في كان اختلاف بالمواضيع، وقديش فعلا كان في سوية عالية ببعض النقد لبعض هي الأعمال الدرامية. رح نحكي أكثر مع الناقد والصحفي عامر فؤاد. عامر، أول شيء كل عام وأنت بألف خير، ينعاد عليك وعائلتك بالصحة يا رب. كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، هيك بظروف احسن ان شاء الله. صباحك عامر، واهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، خلي لي يعني عامر، دائما متعودين هيك برمضان وباخر رمضان بيكون في لنا جرده خاصه للاعمال الدراميه، وخلينا نقول راي موضوعي، يعني بعيدا عن النقد اللاذع من اجل النقد، وبعيدا عن ايضا النقد من اجل بس تسجيل مواقف. خلينا نحكي اليوم هيك، نبلش معك جرده دراما 2021. يعني باختصار كلمة هيك عن الأعمال اللي تابعناها، هو موسم غير ناضج للأسف، يعني أفضل بشوي من الموسم الماضي، لكن وقعنا بأخطاء كتير فينا نبلش نفصل فيهم إذا بدكم عمل بعد عمل، ولكن بشكل عام كان عندنا مشكلة كتير كبيرة بالنصوص. النصوص هاي السنة وللأسف يمكن هيدا الشيء كتير سمعناه، يعني في مشكله بيقولوا لك بالنصوص، في نصوص كانت ركيكه، في نصوص كانت لا ترتقي. عم نشوف توجه لكتاب مو كاتب واحد، عم نشوف مثلا ورشه عمل لتفادي هي المشاكل. اذا بنبلش معك بالاعمال الدراميه، الحصه وين راح نروح فيها؟ المؤشر الاول الاعمال نحكي عنه، يعني مثل ما بدكم. هلا نحن باول مره طلعنا حكينا بشهر رمضان انه عندنا صنف شامي اكثر شيء، وصنف اجتماعي، وباقي الاصناف ما منه موجوده لا الكوميديا ولا التاريخي، فمنبلش بالصنف بلش الشامي. خلينا بالبيئه الشاميه ما في عندنا ولا عمل خلينا نقول كان متكامل بحيث انه يعمل هذا الصدى الحلو، الكل يكون على راي واحد بجمال عناصره او تكامل عناصره، ويعمل متابعه انه تقدري حتى انت كمتلقي او مشاهد انه تتابعيها وتكوني مسروره او سعيده او متشوقه لتشوف الحلقه اللي بعدها. ما في تكامل، يعني احنا كل الاعمال هلا شفنا نقد لبعض الاعمال الشاميه، اذا فينا نذكر سوء الحرير، الكندوش، كان في اجماع مو بالمطلق لحاره القبه للمخرجه رشا شربتجي نوعا ما، يعني ما شفنا هذا النقد اللاذع مقابل الاعمال الشاميه الاخرى. لا انا شفت بالعكس انه كان مثل خذلان، خليني اقول انه ليش، شو السبب؟ نحن بدنا نناقش ثلاث عناصر اساسيه اللي هي نص، اخراج، وعنصر التمثيل. اللي عم بيشيل الاعمال السوريه هو غالبا التمثيل، يعني الفنانين او ممثلين هن عم ياخذوا الحصه الاجمل او الاكبر، حصه الاسد عم تكون لهم. عم نهمل النصوص بطريقه شوي تجاهل، ما بعرف يعني ما لازم، يعني هل هو مقصود؟ ما بعرف اذا مقصود ولا لا، بس النص هو 35% من نجاح العمل. اذا كان النص فيه مشكله فخسرنا هاي المساحه اللي اكيد ممكن نقول انه ممكن يعول عليها بانه خلص هذا العمل فيني اتابعه. الاعمال الاربعه الشاميه، الكندوش كان في وعد بانه هو رح يكون عمل مختلف. يبدو حقق نسبة من الكلام اللي وعد فيه بأنه هو بده يصحح البيئة الشامية ببعض التفاصيل اللي أخطأوا فيها الأعمال السابقة، في إصابة لبعض التفاصيل، ولكن أغفل تفاصيل أخرى اللي هي أحداث جاذبة، أحداث بتحاكي الشريحة يعني الصغيرة بالعمر خليني أقول، أو اللي ما بتعرف البيئة الشامية كيف هي، فهي الشريحة بالذات صابة الملل انه هذا الحدث ما بيناسبني انا لمني اتابعه وانشغل فيه عبر حلقات. كان لازم يكون في معالجه لهي المساله، بالرغم من انه الانتاج قوي، الاخراج قوي، والنص فيه تفاصيل كثير حلوه عم تعالج موضوع البيئه الشاميه، فاذا الاخفاق كان هون بمساله انه فتنا كثير بالتفاصيل ونسينا الاحداث اللي ممكن هي نبني عليها احداث لاحقه ولاحقه، يعني بالاخير ما شفنا كثير احداث. شفاء الأطفال المصابين بالسرطان ممكن بنسبة 95% في حال توفرت فرصة علاج كاملة، بس هو مرض مميت حتماً.
في حال لم يعالج. توهان بالنسبة لسوق الحرير منيح يعني، فما فيك تتابعي، انت حاسه انه في شيء ما بيشبهك، يعني ما بيشدك. سوق الحرير ما فيني اقول انه يعني شغل بال العالم كثير. خلينا نقول حاره القبه انحكى فيه كثير، بس كمان عنصر التمثيل هو اللي شال العمل اكثر. يعني حكى بشيء يعني حاره القبه انحكى عنه كثير انه في احداث مشوقه، وحكى يعني ما شفنا الهجوم اللي كان على الاعمال البيئه الشاميه الاخرى. هلا هجوم بمعنى انه وسائل التواصل الاجتماعي، لا خلينا نحن كصحفيين نتناول الماده بشكل الحقيقي. هذا العمل بيشبه الاعمال البيئه الشاميه اللي صدرت البيئه الشاميه بطريقه غلط. هي اول نقطه. فنحن من زمان كنا عم ننادي لازم نصحح هاي الصوره اكثر. لا بالعكس، هون اغرقنا اكثر. الموسيقى كانت عامل جاذب كثير، المؤثرات الصوتيه البشريه كمان حاضره بكل مشهد، في تطويل بالمشاهد. نفس الشيء اللي كنا نشوفه بباب الحاره، هي المشاهد اللي فيها اغاث زياده عن اللزوم، تطويل بعد، بس هي ما من وراها هدف غير انه مشاعر بس، غير انه حدا عم بيودع حدا عم بيستقبل حدا عم بيعاني من مساله. بس كمان ما فينا ننكر انه هي التوليفه الدراميه اللي بتلعب عليها البيئه الشاميه. يعني اليوم لما بدك تقول مسلسل البيئه الشاميه، الناس بتحب تشوف هي خليني اقول عناصر، هن بيعتبروها عناصر تشويق بالعمل. لكن عناصر تشويه انا برايي. ولكن اذا هيك يعني مرقنا شوي بعيدا عن البيئه الشاميه ودخلنا بالدراما الاجتماعيه، اليوم كان عندنا اكثر من عمل دراما اجتماعيه. على صفيح ساخن، بورتري، خريف العشاق، اكثر من عمل، وكان في لهم اصداء جميله. يعني اذا قلنا، انا دائما بقول لك اصداء جميله من الناس اكثر من الوسط المتخصص، لانه بالنهايه كمان انت بهمك الجمهور، الجمهور كيف شايف وشو عم بيتابع وقديش عم يتأثر ولما بيشوف مشهد وبينزله. كيف بتشوف كانت هي التوليفة الدراما الاجتماعية السنة؟ هلا اكيد الجمهور له الراي بالاخير، لانه هو بده يتابع، هو اللي بينجح العمل، بيعطيه استمراريه بعدين. بقول الناس مو لهي الدرجه، بس انت كيف بدك تطرح الماده للجمهور؟ لانه انت بدك تكون عم تمهد لسنوات لاحقه. بس انا اذا بدي اعتمد دائما ماده، خليني اقول يعني من برا حلوه بس هي من جوا فيها مواد مسمه، فهذا غلط. يعني هذا دورنا كنقاد، نحن لازم نصحح، لازم ننبه اكثر. اوكي، مثلا دراما الاجتماعيه خريف العشاء، النص كثير جميل وفعلا سوري بيشبهنا، اللي بيحب يتابع دراما يتابع خريف العشاء. اكيد نوجه لهم تحيه لصناع العمل، واكيد أكيد للمخرج كمان جود سعيد اللي كان قريبا معنا. ان شاء الله تمام. نجي مثلا بنناقش عناصره للعمل. النص كان هو انا برايي البطل، يعني الاداء الممثلين كثير حلو، بس في رتم بطيء يبدو. الحاله الزمنيه بدها تحترم هون، فلازم يكون الاداء بهي الطريقه. برايي تفوق النص على الاخراج هون. الاخراج كان كمان هيك رايح بالرتم البطيء، لازم كان نلعب اكثر على هي العنصر. لكن بشكل عام هو عمل ناجح، ما عمل ضجه بالشارع كما يجب، بس هو منيح العمل. العمل يتابع، بس هون اذا بدك تلفتي نظر المتابع، في ناس كثير عم بتسال طب شو بتنصحونا؟ ننصحهم ممكن بخريف العشاء. صحيح، من اعمال درامية خلال شهر رمضان صحيح. تمام، بس بنروح لصفيح ساخن، شغل بال العالم. برايي كثير مشاهد غلط وكثير مشاكل بهذا العمل، فوضويه. ان كان بالفرضيه اللي اختاروها او حتى بالمحاوله الاسقاط. ما بصير انا ماني مضطر اني اشوف مشاهد بشعه لهالدرجه بعمل درامي فيها قتل وضرب وكسر، ويعني في مشاهد يعني ما لازم تفوت على بيوتنا. شلون الرقابه سمحت بهذا المجال؟ لازم نحكي. يعني احنا بهيك لقاء شو دورنا؟ دورنا نوجه الملاحظه بمكانها الصح. تمام. فما بصير انا فرجي انه فكره مثلا احد الامثله انه الاطفال عم بيقولوا على شخص لانه عم يتعاقب لانه فلان قرر يعاقبه، والاطفال عم يتبادلوا الضحكه. المشهد له ابعاد كثير صعبه. هذا واحد من الامثله. ما بصير انا اعرض على الشاشه هيك، يعني في كثير شيء مؤذي. مؤذي للعين، مؤذي لابنائنا، مؤذي للا شعور بشكل عام. هذا غلط كثير كبير، وتكرر هذا الموضوع بحلقات كثير كبيره. بالاضافه اذا بدنا نجرد المسلسل، رغم انه شغل بال العالم وحبوا الموضوع لانه يمكن اول مره يطرح هيك شيء بالدراما السوريه، بس هذا لا يعني انه العمل جيد ومتكامل والى اخره. لا،
عنصر الإخراج فيه مشاكل، النصف فيه مشاكل، حتى طريقة وصف الشخصيات فيها مشاكل، الأفعال كتير قليلة، هي افتعال وليست أفعال، العمل مليان مشاكل بصراحة. بس ننوه لنقطة أنه هذا رأيك الشخصي كناقد. لا بس هو الناقد هو نظارة مجتمع، هو ليس شخصي. لا لا بس أنا عم زينا بالميزان الصحي. لا يعني أنا عم أقول لك كناقد، هذا رأيك كناقد، لأنه نحن كمان استضفنا نقاد، أي حدا ممكن يقعد مكانك له حق الرد وممكن يعطي رأيه. أكيد. وممكن فنحن عم نعمل، مو عم لك كرأيك شخصي، كرأيك شخصي كناقد وصحفي، لأنه مثلا استضفنا كمان نقاد قالوا لا هيدا العمل، يعني عم نشوف في تفاوت بالآراء حتى النقدية. لما استضفنا كمان بصباحنا غير كان عم يعتبر على صفيح ساخن هو عمل متكامل في بعض الأخطاء، أنت مثلا هون ذكرت، فأنا عم أقول هو كمان وجهة نظر ناقد، حتى النقد عم يختلف، يعني من وجهة نظر نقد حتى إن كان على السوشيال ميديا بنقرأ مقالات. أنا بحترم الآراء كلها، بس أول شيء خلص العمل ما فينا نعطي القيمة الأخيرة. ونحن بشكل عام ما بنتبنى وجهة نظر معينة أو شيء، وطبعا أكيد نحن بنوجه تحية لكل صناع أي عمل درامي سوري بغض النظر عن أي شيء، وأي حدا بيحب يرد عن الحكي، هو دائما نحن منبرنا مفتوح لجميع وجهات النظر. بس فيكم تعرضوا هذا العمل على أولادكم مثلا أو على أخواتكم بالبيت؟ هلا نحن عم نحكي رايك كناقد مش كرايك اعلاميا، انا هون مذيعة بسالك، لهيك اجباري بنعطي بعض النقاط التنويهيه. بس نحن مشاهدين طبعا اكيد صعب. خلينا كمان ننتقل هلا، يمكن كان في كم عمل اللي هو قلنا بدوي معاصر كان موجود السنه، كمان نحكي عن هي الاعمال. يعني هي تجربه وحده، خلينا نقول بعد سنوات صدر وتاجل عرضه كذا سنه للفنان رشيد عساف، في له متابعين لهذا الصنف يعني، بس كمان النص ضعيف. عامر ما في ولا عامر بعجب اليوم ولا مسلسل، يمكن كل حريف العشاق باقي المسلسلات كلها. اذا ما كان العمل عم بينادي لقيمه وعم بدافع عن قيمه في مشكله كثير كبيره. بس هلا بشكل عام اوقات بنعطي اي شيء، هلا ما في شيء بالحياه كامل 100% طبعا يعني طبعاً. كمال لله وحده أكيد عز وجل أكيد. بس بالنهايه نحن ممكن نعطي دائما نسبه مئويه، نقول هذا الشيء 50%، هذا الشيء 60 70%، بس دائما نعطي نسب هيك كثير، نعطيهم شويه تفاؤل شويه انسى، يعني كثير صعبه هيك كمان، لازم شوي تتضايقي انه هاي الدراما السوريه صاحب التاريخ طبعا، انه يخلق طبعاً عنا هيك اعمال. وبالعكس يعني هلا نحن ما عنا روائيين، عندنا روايات بتجنن، عندنا روايات مسجله بالتاريخ يعني بجمالها وبعدها ومحاكاتها للمجتمع السوري والعربي، ليش ما بناخذ روايه وبنعملها نص تلفزيوني؟ الحل موجود، بس ما في حدا عم يسعى، طالما المنتج عم يتحكم، طالما المخرج رهن المنتج والكاتب رهن المنتج، فنحن بدوامه صعبه، ما رح يطلع معنا اعمال صح. هذا اللي عم دافع عنه انا، العمل الدرامي قيم، إذا ما قدمت هاي القيم لمجتمع ويستفاد منها فالعمل بده يقع بالأرض، طبيعي طبيعي اللي عم بيصير. طيب بالختام بدنا نتشكرك، كنا سعيدين بوجودك، نوجه تحية لكل الفنانين السوريين للدراما السورية، لأنه مثل ما قلت هي تاريخ ونحن ربينا على الدراما السورية، وهي كانت بوابة وانطلاقة لكثير من يمكن صور حياتية عم نعيشها وعرفت يمكن العالم العربي على سوريا. بدنا نتشكرك، نتمنى بشهر رمضان المبارك القادم يكون في اعلام اعمال دراميه اقوى، نتمنى كمان يكون عندنا انتاج، لانه بنعرف الازمه الاقتصاديه والحرب اللي مرت على سوريا هي اثرت على كل القطاعات ومنها الاعمال الدراميه. شكرا كثير لك. انا بدي اتشكركم، وكمان بدي اقول يعطيهم العافيه على محاولاتهم، خاصه الفنانين السوريين، وان شاء الله بنتفائل بالموسم القادم. كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانت بخير لك. شكرا كثير لك عامر، واكيد الشكر لكل يلي تابعنا طبعا بهي الفقره، وشكر اكيد لكل نجومنا وكتابنا ومخرجينا اللي عم بيحاولوا رغم كل الظروف الانتاجيه وغيرها وظروف الحرب انه هن يكونوا متواجدين، والدراما السوريه تضل موجوده بكل الشاشات ان كانت العربيه او حتى السوريه، نضل بصمتنا موجوده مثل ما عرفنا اكيد بالدراما. شكرا كثير لك. يلا شكرا لك. أهلا.